كل الأنظار تترقب مواجهة مصر وكوريا الجنوبية التي تأتي في إطار المباريات الودية، لكنها اكتسبت الأهمية. تحت قيادة إيهاب جلال خاض الفراعنة جولتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. البداية كانت بفوز مهم على غينيا، لكن الجولة الثانية شهدت خسارة مدوية. سقط منتخبنا في فخ الهزيمة على يد إثيوبيا، خسارة لم نكن نتوقعها ولم نكن نتمناها، لكنها أصبحت واقعاً علينا أن نتعايش معه. ومن أجل عودة الثقة بات على الفراعنة تحسين الصورة وتصحيح المسار قبل استكمال المشوار. ودية كوريا الجنوبية تزيد من صعوبة الموقف بعدما تأزم موقف الفراعنة في التصفيات، والغيابات هي أبرز العقبات. منتخبنا يفتقد أهم أسلحته الهجومية، غياب صلاح يمثل أزمة حقيقية إلى جانب أكثر من لاعب ستحرمهم الإصابة من التواجد في المباراة، لكن على لاعبي المنتخب والجهاز الفني التعامل مع الموقف من أجل العودة للطريق الصحيح، ولأنه لا يصح إلا الصحيح، فإن جماهير الكرة المصرية تنتظر عودة الروح، تنتظر اعتذاراً عملياً في المباراة الودية، لأنها بداية استعادة الشخصية، وترفع الجماهير المصرية سقف الطموح بعدما وصل الجيل الحالي لنهائي أمم إفريقيا مرتين، وتأهل منتخبنا لمونديال 2018، كما وصل للمرحلة الفاصلة في تصفيات التأهل لمونديال 2022، لكن غاب التوفيق. وفي لقاء كوريا الجنوبية الكل في الانتظار من أجل تصحيح المسار.